بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محدثكم الدكتور محمد غزال. استكمالا لمساق التسويق الإلكتروني، سنتحدث اليوم عن فصل جديد ألا وهو التسويق بالفيديو. موضوع التسويق بالفيديو هو موضوع قديم جديد، ينتشر مع انتشار إقبال الجمهور أو المستهدفين أو الناس بشكل عام على الفيديوهات من خلال منصات مثل منصة اليوتيوب. في عندنا أهداف المساق. المساق سيتناول أو سيتم تناوله في من خلال 5 فيديوهات مستقلة. سنجيب من خلال هذه الفيديوهات على مجموعة من التساؤلات. أولها، لماذا يعتبر التسويق الإلكتروني بالفيديو مهم؟ ما هي الأهمية؟ ما هي المبررات لأنه إحنا فعلا ندخل في هذا المجال أو نتكلم في هذا المجال؟ سننتقل على أنواع الفيديوهات المستخدمة في التسويق الإلكتروني. هي أنواع مختلفة، منها فيديوهات التعليمية، منها الفيديوهات الترويجية، منها الفيديوهات البرومو. كثير من الفيديوهات سنتكلم ونعرف هذه الأنواع جميعها، ومن ثم سنعطي الطريقة والمنهجية العلمية لكيفية بناء وإنتاج الفيديو التسويقي الناجح. اليوم هذا هو الأهم صراحة، وهذا الفيديو هو المهم، اللي إحنا هنشرح خطوات البناء الحقيقي أو الخطوات الفعلية لبناء منتج وفيديو. هذا الفيديو يكون فيديو تسويقي ناجح. سنعطي عن الستوري بورد، كيفية تخطيط ورسم مشاهد الفيديو، ومن ثم سنجيب عن مجموعة من الاستفسارات الخاصة من أين لنا أن نحضر مصادر لهذه الأعمال الفيديو. اليوم أعمال الفيديو يجب أن تتضمن مجموعة من الفيديوهات، مجموعة من الصور، مجموعة من التصاميم، مجموعة من الأصوات، المؤثرات الصوتية. هذه كلها لها مصادر. سنعرف من أين هذه المصادر، أو من أين لنا أن نجلب هذه المحتويات وأدوات بناء هذا الفيديو، سواء أدوات سهلة بسيطة مجانية بمتناول الجميع. هذا الفيديو الرابع. أما الفيديو الذي يليه سنتحدث فيه عن السيو وما علاقته باليوتيوب. السيو هو كيف أن ننتج محتوى تسويقي صديق محركات البحث. سنتكلم باستفاضة عن هذا الموضوع، ولماذا سنتكلم عن هذا الموضوع وما علاقته باليوتيوب أو بأعمال التسويق بالفيديو. آخر شيء سنتكلم في استراتيجيات بناء ونشر محتوى فيديو صديق محركات البحث، حتى نكون عمليين، وباستخدام هذه الاستراتيجيات سنكون بنائين وناشرين للمحتوى التسويقي عبر الفيديو. ندخل في أول فيديو من هذه الفيديوهات، لماذا التسويق بالفيديو مهم؟ بإحصائية بسيطة جدا، هذه المنشورة الإحصائية تعمل فرق ما بين عام 2019 وعام 2021، يعني البرودكشن أو التنبؤات في عام 2021 كيف سيكون التعامل مع الفيديو، سواء بسلوك المشاهدين أو بسلوك المتابعين على الفيديوهات. إحصائية بتقول إنه 2019 حيكون عدد دقائق الفرد الواحد التي يقضيها على الفيديوهات هي 84 دقيقة في اليوم الواحد. ستكون هذه مضطردة، أو ستزداد هذه النسبة، أو ستزداد هذه الأعداد من الدقائق في عام 2021 حتى تصل إلى 100 دقيقة معدل الفرد الواحد. بالمناسبة هذه إحصائية في أمريكا موجودة، معدل الفرد الواحد في أمريكا سيكون 100 دقيقة يجلس ليشاهد أعمال الفيديو. هذا يدلل على أن الجمهور يتجه اتجاه مضطرد واتجاه كبير في قضاء أوقات كثيرة على أعمال الفيديو وبمشاهدة أعمال الفيديو. طيب، فيما يخص موضوع الدعايات، بليونز من الدولارات تنفق على أعمال الدعاية على الفيديو، على الفيديو المشهور أونلاين مثل الفيديوهات الخاصة باليوتيوب مثلا. حجم الإنفاق السنوي في 2019 كان 45 بليون يو اس دولار، هذا الانفاق السنوي. طيب، هل هذا الرقم سيزداد في 2021؟ سيقفز هذا الرقم الى ليصبح 61 بليون دولار، حجم الانفاق على الدعايات الالكترونيه الخاصه بالتسويق بالفيديو او التسويق الالكتروني بالفيديو عبر منصات مثل منصه اليوتيوب. طيب، في المقابل
حجم الانفاق على الدعايات في التلفزيون او في التلفاز وهي طريقه قديمه، الان سينخفض حجم الانفاق على الدعايات في التلفزيون او في المحطات الفضائيات الى 180 بليون دولار عندما كانت هذه في 2021، اما في 2019 فهي كانت 183 بليون دولار، يعني ان حجم الانفاق على الدعايات في التلفاز ستنخفض في غضون العام 2021، وهذا يدلل على ان الصعود للفيديوهات الالكترونيه او التسويق بالفيديو مقارنة بالتسويق التقليدي أو مقارنة بأنواع أخرى من أنواع التسويق، وهذا يدلل على أهمية توجه الجمهور وعلى أهمية الاهتمام بهذا الموضوع. الآن سنجيب عن لماذا التسويق بالفيديو. كما أسلفنا أن حجم إقبال الجمهور على مشاهدة الفيديو يزداد، حجم الإنفاق على الدعايات المرافقة للتسويق بالفيديو يزداد. لذلك سنجيب عن هذا السؤال من خلال هذه المحاور. أولا، تستخدم الفيديوهات لنشر قيم المنتجات والخدمات والمحتويات بطريقة شيقة وجذابة. لا ننسى أن الفيديو فيه مؤثرات صوتية، الفيديو فيه حركة، الفيديو فيه تجسيم للواقع، الفيديو فيه جذب العواطف. كل هذه إيش؟ مؤثرات وإضافات يمتلكها الفيديو عن غيره من وسائط مين؟ من وسائط المحتويات التسويقية. ثانيا، يعتبر اليوتيوب ثاني أكثر المواقع زيارة بعد جوجل، يعني كل الجمهور أو غالبية الجماهير أو غالبية الناس موجودة وين؟ موجودة على جوجل ومن ثم على اليوتيوب، لذلك هو يعتبر محرك بحث ويستخدم كمحرك بحث للوصول إلى إيش؟ هو يستخدم من قبل الجمهور كمحرك بحث ليصلوا فيه لمرادهم أو رغباتهم. لذلك إن نحط محتوى في هذه المنصة هو عبارة عن وسيلة جميلة ومؤثرة للوصول إلى الناس الذين يبحثون عن هذا المحتوى والتأثير فيهم. يعني أنا الآن لما بيجي عندي الناس بتبحث عن شيء معين في اليوتيوب، أصبح أن أنا يجب أن أضع المحتوى تبعي في يوتيوب حتى أصل لهذا الجمهور وأستطيع التأثير فيه وأنقل من حالة المشاهد إلى حالة متخذ القرار، وهذا هو هدف التسويق بالمناسبة. النقطة الثالثة، هو أفضل وسيلة للتأثير العاطفي على المشاهدين كما أسلفنا، لوجود الكثير من المؤثرات في إيش؟ في أعمال الفيديو، منها الموسيقى، المؤثرات الصوتية، العواطف ممكن تكون من خلال المشاهد إذا كان في مشاهد مصورة، كلمات ممكن انتقاء الكلمات، التقاء الكلمات مع الأصوات مع المؤثرات مع المشاهد، كل هذا إيش؟ عبارة عن أدوات يمتلكها المنتج كيف أنه يؤثر في الجمهور وينقل الجمهور من المشاهد الحقيقي أو المشاهد العابر إلى المشاهد المتأثر ويؤثر بها عاطفيا، وهي أفضل وسيلة للتسويق حسب تجارب المستخدمين وخبراتهم المختلفة. لذلك هنا أجبنا لماذا التسويق بالفيديو. الآن سننتقل إلى أنواع التسويق بالفيديو. التسويق بالفيديو له كثير من الأنواع أو له أنواع متعددة. أولا، التدوين بالفيديو. إحنا بنعرف المدونات، المدونات بتيجي عبارة عن منصة معينة، بيجي المدون بيكتب مقال، هذا المقال من صلب اهتمامات الكاتب. اليوم إحنا ممكن إحنا ننتقل بالمدونة هذه إنه نحولها إلى المدونة بالفيديو، بحيث إنه اللي بيكتب المقال ننتج مقال أو ننتج فيديو خاص بهذا المقال بالمدونة، وهناك أدوات تساعد في هذا الإنتاج. أصبح اليوم أنا في عندي إمكانية إني أنا أعزز المحتوى، بدل ما يكون محتوى نصي ويكون عندي مدونة نصية، ممكن أنا باستخدام أدوات سهلة ومجانية إني أنا أحمل نسخة من هذه المدونة أو من هذا المقال لأنقلها إلى إيش؟ إلى مقال تكون مدونة بالفيديو. هذه واحدة. الأمر الآخر، مقابلة الفيديو. الآن أنا بجري مقابلات مع المؤثرين، بجري مقابلات مع أصحاب الخبرة أو مع الناس اللي فعلا جربوا المنتج، أصحاب الخبرة عن هذا المنتج. يوم أعمل هذه المقابلة، هذا عبارة عن فيديو يستخدم في إقناع الجمهور حتى أنه أعزز عندهم ثقتهم بهذا المنتج، برضو هذا نوع من أنواع الفيديوهات. فيديو آخر،
فيديو تعليمي. لما انا الان بتعلم، انا بتكلم مع الطلاب الان عبر مين؟ عبر فيديو. هذا الفيديو عباره عن فيديو تعليمي، انا من خلاله بأشرح موضوع معين، من خلاله بأشرح عن المنتج، من خلاله بأشرح عن طريقه التعامل مع المنتج، كيف يشتري المنتج، كيف لو بدي انا اشرح موضوع تعليمي معين من خلال انا مثل هذا الفيديو، هذا عباره عن فيديو تعليمي، نوع اخر من انواع الفيديوهات. طيب فيديو تقديمي، اليوم لما انا بقدم عرض عن ملخص لورقة علمية معينة، أو بعمل ملخص مشروع معين، في عرض تقديمي. أيضا العرض التقديمي هذا بده يكون عبارة عن فيديو يحتمل أو يتضمن البيانات، يتضمن عروض نصية، يتضمن أصوات، يتضمن فيديو، فهو عبارة عن فيديو تقديمي أنا بقدمه لشرح المنتجات أو لشرح الأوراق العلمية أو لشرح الموضوعات العلمية. من الفيديوهات الأخرى عندنا فيديو المنتجات التجريبية والمراجعات، في عندي عرض توضيحي للمنتج أو تجربة استخدامه عن طريق عميل، هذا برضو فيديو تجريبي. أيضا شهادات العملاء، لما بيجي عميل معين بيحكي ضمن فيديو معين، هذا الفيديو بده يتكلم فيه عن تجربته، برضو هذا نوع من أنواع الفيديوهات التسويقية. البث المباشر، كثير من المنصات تستخدم البث المباشر حتى تلتقي وتناقش جمهورها، ويكون هذا البث المباشر مدعاة لأن أنا أصل للجمهور اللي موجود حاليا أنيا أونلاين على الموقع، هيك أنا بكون عندي قرب في التواصل وقرب في الاتصال، وبكون في باب من أبواب النقاش والمناقشة مع هذا الجمهور، وأصبح هذا برضو نوع من أنواع المحتوى التسويقي بالفيديو، وهو مهم أيضا. آخر نوع من أنواع التسويق بالفيديو إعلانات الفيديو، الإعلانات الترويجية لمنتج، الإعلان ترويجي لحملة معينة، إعلان ترويجي في الغالب ممكن يكون إنفو فيديو، ممكن يكون موشن جرافيك، ممكن يكون بأشكال مختلفة من أنواع الفيديو، ولكن وجد ليروج وليسوق لمنتج أو لخدمة تنشر عبر الإنترنت وتكون مدة قصيرة لا تتجاوز دقيقة وأقل من دقيقة حتى يكون إيش منشور. وهناك الكثير من الأسئلة والاستفسارات، كيف لنا أن نبني هذا المحتوى، كيف لنا أن نبني هذا الفيديو، سواء بطريقة تخطيط لهذا الفيديو، سواء بجلب المصادر المختلفة لهذا الفيديو، مصادر المحتويات لهذا الفيديو، لإنتاج هذا الفيديو، أو لكيفية نشر وترويج وبناء فيديو خاص بمحركات البحث مثل اليوتيوب. هذه الأسئلة جميعها ابقوا معنا في المحاضرة القادمة سنجيب عنها باستفاضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.